يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن نقول إن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لها أسباب متعددة، منها تحريف النصارى للإنجيل وتحريفهم لدين عيسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس وهم في ضلال مبين كما قال جل وعلا: إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الفاصل الزمني بين آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 600 سنة، وقت الفترة على فترة من الرسل، انقطعت آثار الرسالة أو اضمحلت وتغيرت الأديان والعقائد، لأن آثار الرسالات تلاشت واضمحلت مع طول المدة. حرفت الكتب، التوراة والإنجيل حرفت وغيرت وبدلت، أحدث أديان عليها النصارى وغيرهم لم تكن من شرع الله سبحانه وتعالى. هذا في أهل الكتاب، وفي الأميين أشد، لأن الأميين ما عندهم كتاب أصلا، هم على هوى وعلى عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، أميين. فالأمر أشد عند أهل الكتاب وعند الأميين. عند ذلك أذن الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، فجاء بالدين الحنيف وأحيا سنة الأنبياء من قبله، وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، فأعاد الله جل وعلا الحنيفية ملة إبراهيم على يد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.